مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير مع أجمل الأماني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة التي لم يفصلنا عنها سوى ساعات قليلة. حضور أمني مكثف على مستوى مختلف النقاط والشوارع الرئيسية والفرعية للعناصر الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية. ننقل لكم الصورة الآن من قلب وسط مدينة طنجة، ونرصد لكم الأجواء لحظة بلحظة. ساعات قليلة ونودع سنة استثنائية بكل المقاييس بالنظر للأحداث التي عشناها، إن على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي. نتمنى لكل متتبعينا سنة جديدة ملأى بالأفراح والمسرات والنجاحات. ليلة غابت فيها مظاهر الاحتفال الاعتيادية التي تواكب ليالي رأس السنة بمدينة طنجة بسبب الطارئ الصحي والظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، والتي نأمل أن تكون السنة الجديدة فأل خير ونقطة نهاية لهذه الأزمة. كما تابعتم معنا، كان هذا تدخل أحد تدخلات العناصر الأمنية والوقاية المدنية بعدما تعرض شخص لحادث اعتداء من طرف مجموعة من اللصوص الذين سلبوه هاتفه، كما سلبوه ذلك مبلغا ماليا. المصالح الأمنية والعناصر الأمنية لازالت تواكب هذا الحادث إلى جانب تدخل عناصر الوقاية المدنية. التي جندت عناصرها كذلك لمواكبة ليلة رأس السنة. هي ليلة وإن بدت هادئة هذه السنة، إلا أنها من الأكيد أنها لن تخلو من حوادث ومن تدخلات، سواء بالنسبة للعناصر الأمنية وكذلك بالنسبة لعناصر الوقاية المدنية الذين يبقون دائما على أتم الاستعداد والجهوزية من أجل التدخل في مثل هذه المناسبات الاستثنائية.
كما تتابعون هناك التزام شبه كامل من طرف ساكنة المدينة طنجة بقرار السلطات فرض حالة حظر التجوال خلال ليلة رأس السنة، وهو ما لم تعتده ساكنة المدينة على مدار السنوات الماضية. بالمناسبة نشكر ولاية أمن طنجة على كل التسهيلات التي قدمتها لنا من أجل تغطية هذه الليلة في ظروف حسنة، والشكر كذلك لخلية التواصل على مستوى ولاية الأمن لعملها الدؤوب وتواصلها الدائم مع وسائل الإعلام المحلية الجهوية والوطنية. احنا نمشي مرة فاين، احنا ندخلوا مرة فاين. شكرا شكرا.
إلى هنا نصل إلى هذا الجزء من هذه التغطية لليلة رأس السنة بمدينة طنجة، وإلى أن نلتقي دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.